ولد الداعية السعودي سليمان بن عبد العزيز حمد الجبيلان في 28 من نوفمبر لعام 1956 في محافظة عنيزة في القصيم. هو عالم دين سعودي وإمام جامع أنس بن مالك بمحافظة عنيزة. يتبع مذهب أهل السنة والجماعة ومهتم بالدعوة والإرشاد. له عدة محاضرات. يمتاز الشيخ بالحس الفكاهي والدعابة والمزاح عند إلقاء المحاضرات الدينية، ويختص بالجانب الشبابي. يعتبر الداعية الشبابي الأول في المملكة العربية السعودية، وقد كان أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين. من أشهر محاضراته: ماذا تفعل في الظلام؟ مهندس القلوب، ابتسم، تحت الشجرة، بدون زعل، لقاء وارتقاء، فكر واشكر، كنوز مفقودة في حياة الأمة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.